الإمساك. هو الطرف الأمعي وبالأخص القولون يعني المصران الكبير. المصران الغليظ. أيه. المصران الكبير. فعلا باش يمكننا نهضروا على كاين إمساك. الإنسان تيمشي تقريبا مرة في النهار للتواليت باش يعمل الحضارات ديالو، ولكن إلا مشى مثلا نهار إيه نهار لا ما نقدروش نسميو هذا إمساك. إمساك واخا. يمكن الإنسان يمشي نهار إيه نهار لا ويمشي بصفة طبيعية. من بعد تنبداو نهضروا على الإمساك من الإنسان ما تيمشيش تيمشي مثلا جوج مرات أو ثلاثة في الأسبوع. هذا يمكننا نقولوا جوج مرات في الأسبوع إمساك. إذا مثلا تعطل ثلاث أيام أربع أيام خمس أيام هذا إمساك. هذا إمساك يعني ثلاث أيام أربع أيام في الطواليت. يمشي يوميا ولكن الخروج ديالو قاصح بزاف وتتمحن وتتعذب هذا حتى هو إمساك، ولو تمشي يوميا لأنه تتعذب وتتمحن وداك الشيء قاصح بزاف وتمكن له يعطي مشاكل بحال يتجرح تيكون شق في المخرج تيكون داك الساعه الام بعض المرات شويه ديال الدم او المشكل ديال البواسير كذلك اللي تيجيو من حتى هما بسبب الامساك او القبض. تنهضروا على القبض. القبض كاين القبض المزمن. الانسان اللي عنده الامساك منذ 6 أشهر مثلا هو عنده هذا قبض مزمن، وكاين الناس اللي ملي تعقلوا على راسهم هما فيهم القبض هذا قبض مزمن، وكاين القبض الحاد يعني الانسان تيكون عنده الخروج تيمشي عادي حتى واحد النهار تيتعطل. هذا الامساك الحاد اللي تيكون وتيدوم شي شويه ويفوت 15 من 3 سيمانات هذا اللي خصو يتعطل واحد الاهميه ويتشاف علاش الانسان يعني كنا يمكننا نتقبطوا غير هكذاك حيت ما كليناش مزيان ما شربناش ربما الماء ولا سافرنا وما مشيناش بحال العاده اللي تنمشيو للتواليت، ولكن الانسان اللي كان عنده داكشي غادي مزيان ومن بعد بدا القبض وبقى ثلاثه الاسابيع هذا خصو يتقلب وخصو ينقلب على شي اسباب اللي يمكن تكون اسباب عضويه. نعم. طيب غنتكلموا على الاسباب العضويه، بغيت غير نذكر المستمعات ديالنا والمستمعين انكم ممكن توصلوا معنا عبر الرقم 05 22 77 24 24 هذا رقمنا المباشر. انتم ايضا معنا في بث مباشر عبر صفحه اصوات على الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال، عبر صفحه البرنامج حديث مغزل المعالميه وبعثوا بكل الاسئله ديالكم مرحبا بالجميع. طيب ملي كنتكلموا دكتور على بعض الامراض، واش اليوم علميا كاين امراض اللي فعلا تساهم في يعني في الزياده من حده الامساك او لا ممكن هي تكون سبب في الامساك؟ بطبيعه الحال لان هنا ملي الانسان تيجينا يشوفنا بالامساك يلاه ظهر له هذه 5 أيام 6 أيام هذه ماشي مشكل. نعم. غالب الاحيان ما تتكونش مشكل عضوي. الى الانسان عنده قبض مزمن هنا يمكن نقلبوا على بعض الاسباب، وما بين هذه الاسباب وتنعرفوها مزيان مثلا نعطي غير مثال الغده الدرقيه لا تيغويد اذا كانت ما تخدمش مزيان. نعم. وناقصه تتعطي امساك مزمن. وبعض الاحيان تيجيو الانسان ملي تنلقاو له هذه المشكله هذه تنعطيو له الدواء وخاصه في الحالات الحاده ديال التيرويد من تتكون مزيان الغده الدرقيه تنعطيو الدواء ديال الغده الدرقيه، وديك الساعه الانسان تيشوف ان الامساك ديالو تيتقاد وما تيبقى شيء. ما بين امراض اخرى كاين السكر مرض السكري تيمكن يعطي، لان المرض السكري ملي تيكون حاد تيقيس ديك العريقات اللي تيخدموا المصران والمصران ما تيبقاش يخدم مزيان تيعكز والانسان تيولي فيه قبض. امراض نورولوجيه امراض ديال الجهاز العصبي جلطه في المخ، الناس اللي تينعس عليهم نصف ديال اليمين وتيبقاو ما تيتحركوش بزاف حتى المصران تيتصاب شي شويه وتيتقال في الخدمه ديالو هذوك تيكون عندهم غالب الاحيان ولا سيما ما تيتحركوش بزاف. اذا الرياضه مهمه الحركه تتحركوا المصران تيتحرك وداك الشيء تيمشي في قلب المصران يكون داك الساعه الافراغ سهل. نعم. الناس اللي عندهم قرحه ديال المعده ولا جرثومه المعده او الامراض المختلفه ديال المعده اللي كتصعب علينا العمليه ديال الهضم واش ممكن تكون ايضا سبب؟ لا علاقه ما بين المعده والجرثومه ديال المعده والتهابات ديال المعده مع القبض او القبض المزمن او القبض رغم ذلك قبض حاد. ولكن مثلا انسان اذا كانت عنده مثلا نعطيو مثال ديال الناس اللي تياكلوا بالزربه ما تيمضغوش مزيان الهضم تيبدا اولا بالفم، دونك خص الانسان يبدا مزيان باش داك الماكله
تطحن مزيان مزيان باش ما تكونش غليظه وتدوز في المصران يعني الهضم بالافرازات ديال البنكرياس ديال المعده ما تيقدرش غير بوحدو يطحن داك الماكله وتتوصل بعض المرات قاصحه وهذا الشيء هذا يمكن حتى هو يسبب ما بين الاسباب اذا ماشي المعده ولكن الطريقه ديال المضغ ديالنا ما كتكونش يعني ما كان كناكلو بالزربه المعده يعطي الامساك هذه ما كايناش. طيب جميل نفتحوا المجال نستقبلوا الاسئله ديال المستمعات والمستمعين ديالنا الا سمحتي دكتور 0522 77 24 24 هذا رقم مباشر على الفيسبوك دخلوا عندنا الصفحه حنا في انتظاركم في انتظار الاسئله ديالكم راديو اصوات باج اوفيسيال هذه الصفحه اللي غتلقاو فيها المباشر ديال حصه اليوم بالاضافه للصفحه ديال البرنامج حديث مغزى العالميه فمرحبا بكم فين ما كنتوا كتابعونا. غنمشيو ناخذوا عزيزه من بنقرير. السلام عليكم. السلام عليكم اختي سناء. مرحبا بك عزيزه. الله يبارك فيك تفضلي. انا الزوج ديالي عنده الامساك دابا لمده عامين معلم يعني دير ريجيم دير كل شيء يعني خبز ديال المخاله كيشرب السوائل كيتحرك مزيان والسؤال ديالي للدكتور هو كياخذ واحد الفانيد اللي كيسهل عليه في الخروج ديالو ولكن بحال ولا مدمن يعني الا قطع الفانيد راه عنده امساك مزمن الا شرب الفانيد راه مزيان. نقدر ندخل الاسم ديالو ولا لا؟ لا بدوك ندير الاسماء الادويه. ولكن هذا الامساك اللي عنده شنو معناتها تيدخل على شحال؟ يقدر يدخل كاع الاسبوع كامل ما يدخلش الا ما خداش الفانيد. يعني الا خدا الفانيد راه مزيان الا ما خداش راه ما كيدخلش. كاين هي كاين في بعض الاحيان الناس اللي عندهم شحال في العمر ديالهم؟ 36 عام. دونك مازال صغير منذ شحال ديال الوقت وهذا الشيء فيه؟ دابا عامين. عامين يعني هو كياخذ هذا الفيلم. تنظن غادي يكون عرض راسه على الاطباء وقلبوه باش يتاكدوا بان ما عندوش شي مرض اللي يمكن يسبب له في هذا هو ما عنده لا غده درقيه لا سكري لا والو يعني ما تيديرش الرياضه ما تيتمشاش شويه ما تيجريش؟ لا كيتمشى ولكن الرياضه دائما لا. واخا لان حتى هذه راه يمكن تكون يكون سبب غير مباشر اللي تيخليه رغم ذلك يتخبط. ثانيا كاين ادويه اللي تيمكن لها اللي تساعد على الخروج ولكن الى الانسان بقى متبعها واحد المده طويله تيكون عندها ضرر على المصران ولهذا كاين هذوك الادويه كاين ادويه اللي تتكون لينه وخفيفه وما تتضرش المصران وكاين وحدين اللي تيستعملوا غير واحد المره ولا جوج ولا ثلاثه او لم يفوتوش سيمانه ولا يبقى عليهم الانسان سنه مثلا المصران تيبدا يعكز دونك هادو حتى الادويه راه تيمكن لها تغير وما خصوش يبقى ياخذ فعلا دائما نفس الدواء يمكننا نغيره ونشوفوا كيفاش العمل من غير هادشي هذا كاين خصنا نعرفوا واش المخرج ديالو تيتحل بسهوله ويتسد في الوقت اللي خصو يتسد لان كاين بعض النوع ديال القبط اللي تيكون القبط ديال المخرج يعني اخر الاخر ديال المخرج تنسميو بالفرنسيه لوغيكتوم هذيك سميتو ما تيتحلش بسهوله وفعاود الانسان يمشي للتواليت ويرخف تيزير وداك الساعه كاين واحد التحاليل اللي تنديرو باش نشوفوا الضغط في المخرج واش مزيان واش تيتحل في الوقت اللي خصو يتحل واش تيتسد في الوقت اللي خصو يتسد وهذه من الاختصاص ديال طيب في هذه الحاله مني ما كيكون مثلا ما كيتحلش مزيان واش كيكون تدخل جراحي؟ تيكون مثلا ترويد الى تاكدنا بان المخرج ما تيتسدش اذا غير ترويد تيكون ترويد يعني على واحد ثلاثه الاسابيع ولا جوج ديال الاسابيع ولا اكثر بعض المرات وبعض المرات يعطي هذا الشيء هذا ولكن خصنا نثبتوا بانه كاين هذا المشكل هذا بالضبط اللي هو النوع سبب من اسباب القبض. نعم طيب ماشي تنشوفوه بزاف عند المراه شي شويه عند الرجال كذلك مي بزاف عند المراه. عند المراه اكثر. وهذا الشيء هذا خصو يتشخص بواحد
تقليبه خاصه اللي تتسمى لا مانومتري، يعني تنعبروا الضغط في المخرج، فوق المخرج تحت المخرج، تنقولوا له يزير تنشوفوا داكشي كيفاش تيمشي في يعني خاص التشخيص هنا الدقيق ديال ديك النقطه الاخيره ديال المخرج. الانسان ما كانش كان مزيان عنده 36 عام مازال صغير، غادي يمشي للقبط مزمن، والادويه باقي كاين بعض الادويه اللي ما خصناش نمشيو بها. نعم دائما ما توليش عندنا مستمره، لان كاين ادويه اخرى اللي طيب الا سمحتي لي دكتور، هنا في هذه الحاله الترويد واش كيعطي النتيجه ديالو؟ الترويد يعطي النتيجه هو الحل الحاله خاصه ماشي في اي نوع ديال القبض. هذا غير مثال ما بين اسباب ديال القبض اللي كاين من هذا السبب. نعم مازال غنتكلموا على وقتاش كيكون تدخل جراحي، وعلى ايضا فاش يعني كتجي ديك الجرحه اللي كتكون في المخرج واللي هي كتكون صعيبه، وبعض الخطرات كيكون ضروري هنا ما كيكون تدخل جراحي. نرجعوا نتكلموا على هذه النقطه. غادي ناخذوا امينه من فرنسا، ومن بعد عندنا جواد من مراكش. مرحبا بك امينه. السلام عليكم. وعليكم السلام لاله، مرحبا. انا بغيت نسول الدكتور، عندي مشكل تاع القبض. نعم. ثلاث سنين هذه تقريبا. على شحال تتمشي؟ دابا الا درت ملينه تندخل للكواليتي يوميا، منين تنحبسهم ترجع لي المشكل. واخا ولا عملتي ريجيم يعني كليتي بزاف؟ دابا متبع ريجيم تاع الخضره وهكا شويه، هي انا نديرها كلها هكا صافي يرجع لي المشكل. ودابا عندي المشكل تاع الجرحه تاع هي. هذا الجرحه اللي نتج على القبض بطبيعه الحال، الا ما داويتيش القبض مزيان الجرحه ما يمكنلهاش تبرى، وباش تبرى الجرحه خصك تمشي على الاقل شهرين ثلاث شهور ديال الخروج يكون رطب بما امكن بطبيعه الحال بالدوايات اللي تتاخذي، عاد يمكن تبرى الجرحه، ولكن تتبقاي دائما مهدده باش عاوتاني يرجع لك المشكل الى عاوتاني القبض رجع. وكما قلتي متى تدير ريجيم وتتاكل كما بغيتي تاكل بطبيعه الحال تتكوني شي شويه مزيانه، غير دير هكا ولا هكا معناها ان تتاكل شي حوايج اللي تيمكنهم يسببوا في القبض. مع الاسف ما كاينش شي الا بغيتي تهناي من الادويه خصك تبقاي دايره الريجيم بهذا الشكل هذا، ولكن دائما الريجيم و الحركة. نعم. وحنا غنتكلموا ايضا في الحصة ديال اليوم على الشق ديال التغذية رفقة دكتورة سناء العناني. طيب نشكرك امين على تواصلك معنا. غادي ناخذ خولة من اسفي. جواد كان معنا انقطع له الخط. خولة اهلا وسهلا. اهلا بك بنتي، كي دايرة لاباس؟ الله يبارك فيك، مرحبا لالا. الحمد لله. شكرا لك معك. شوف بنيتي انا هذا العام اللي داز، هذا العام نيت درت عريقات في القلب، ودروك هذاك الشيء اللي كليت كتنفخ لي فم معدتي. اييه هذا هو السؤال ديالك. فم المعده كيتنفخ لي كنولي بحال عندي الرابع في كرشي. اذا الكريشه كتنفخ. درت دوزت عند الطبيبه هنايا في ياسي، قال لي هذا لي غاز. قلت شي راه كثير على لي غاز، راه جنابي تا هما كيتنفخوا ليا. روحي كنشد بهم من فوخي. واش كاين الامساك ولا ما كاينش الامساك؟ كاين عندك القبض خوله؟ عندي. عندك القبض؟ عندي القبض. واخا شحال كتدخلي من مره للتواليت؟ حسبي على سيمانة بحال هكا، كاين 4 ايام 5 ايام. واخا واخا بطبيعة الحال هادشي تنشوفو عند الناس اللي مسنين شي شوية، اللي كبار شي شوية، ما عرفتش شحال عندها. شحال في العمر ديالك خولة؟ كاين عزيزات هذاك الثاني. شحال في العمر ديالك خولة؟ شحال في عمرك؟ اسمح لي يا بنتي. ماشي مشكلة لالا، مرحبا. شحال في العمر؟ في العمر ديالي 60. 60 سنة، بطول عمرك إن شاء الله. بطبيعة الحال هنا تندخلوا في نطاق قبض مزمن، المصران ما تيتحركش بسهوله، يعني هذا هو اللي تنقولوا عليه المصران اللي كسول او لا معكاز. والدواء اللي تتاخذ تنعرفوه تيقولوا لنا بحال الهديسات، تنعرفوش من النوع، لان هذا الدواء اللي تيتخاذ من الانسان تيبقى على اسبوع ولا اسبوعين ما تيمشيش، تيستعمل هذا الدواء اللي تينقلوا اللفظ هذا تيخرط المصران، تيخويه كله بواحد القوه شديده اللي يمكن له يعطي الام، ولكن هذا الدواء اللي ما تنصحوش باش يبقى الانسان ياخذه دائما. مع الاسف هذا هو الدواء اللي متى ياخذوه الناس مده طويله تيزيد ياثر على المصران، تيزيد يعكس بعض المرات المصران.
بالتالي تنصحوا باش الانسان يمشي بسهوله للمرحاض. مثلا واحد تفضل نقطه مهمه بزاف، الناس اللي عندهم القبط عنده علاقه بالاخر ديال المصران اللي تيكون معكاز شويه، يعني المصران تيعمر ولكن هما ما تيحسوش بان المصران ديالهم عمر، دونك ما تيديوش غايه وتيبقاو نهار يومين ثلاث ايام اربع ايام. خصهم يحاولوا يمشيوا رغم ذلك للتواليت ويستعملوا بعض المرات داك الشميعات او لا داك القريبات اللي تعاونوا باش يمشيو، يستعملوا مثلا نهار ايه نهار بحال الملينات ولا مرطبات ترطب وتعطي داك الخروج لونفي اللي تتكون داك الوجبه اللي تحس بها الانسان بين خصو يمشي للتواليت. بعض المرات ما تحسش بها، هنا تحس بها وتيمشي يخوي المصران ديالو. هاد وخص الانسان فاش يمشي اللي عنده بحال هاد المشكل هذا يمشي ويختار الا كان ممكن تواليت بلديه على التواليت الروميه. علاش؟ بما علاش؟ لان كاين واحد النقطه مهمه وهو المصران داير مع المخرج واحد لونجل زاويه هذيك الزاويه الا كانت محلوله بزاف ما تيمشيش مزيان، وبالتواليت البلديه تنكونوا جالسين والركاب ديالنا محلولين طالعين الفوق جيت الكرش، اذا داك الزاويه تتكون مسدوده وتيكون نيشان داك ساعه وتيهبط داك الشيء بسهوله. اللي ما عندوش تواليت بلديه لانها احسن بالنسبه لهاد الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا، تيمكن له يدير تواليت الروميه ويوضع تحت رجلو بحال شي كرسي اييه، يعني كيجلس فوق منها ويطلع الركابي ديالو وهنا تيمكن نقادو الامور. هذه تنسميوها الامساك التالي بالفرنسيه كونستيباسيون تيرمينال، يعني عندها علاقه غير مع الطريقه ديال الجلوس في التواليت. الانسان ما تيبقاش يحس بان المصران ديالو عمر. طيب تنسى نقطة مهمة هذه خصنا نردوا ليها البال. غادي نوصلوا معك دكتور علي الودغيري، دكتور اخصائي في امراض الجهاز الهضمي، ومازال غادي ناخذوا الاسئلة ديالكم. عندنا اللحظة فقرة معكم اللقاء على راديو اصوات، كنتكلموا اليوم على الاسباب وعلى طرق العلاج ديال الامساك، هذا الاضطراب اللي تيكون عندنا على مستوى الامعاء وخصوصا على مستوى المصران الكبير او الغليظ. حضر معنا دكتور علي الودغيري اخصائي في امراض الجهاز الهضمي. غنفتحوا المجال دكتور باش نستقبلوا الاسئله ديال المستمعات والمستمعين اللي كيتابعونا في بث مباشر عبر الصفحه ديالنا على الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال او على الصفحه ديال البرنامج حديثهم غزل مع لمياء. طيب دكتور، عندنا سؤال ديال اخ محمد اللي كيقول لك انا عندي الامساك اللي كيسبب لي واحد العطش حاد جدا لدرجه انه حلقي كيلصق عليا، واش هذا كاينه شي علاقه ما بين العطش او الالم في الحلق والامساك؟ ما نظنش، ولكن اذا كان فيه العطش معناه ان ربما الذات ديالو خاصها الماء، وهذا اذا كان ما تيشرب دائما ماشي طبيعي يكون عنده العطش. شوفوا واش ما عندوش مشكل ديال السكر شي حاجه بحال هكذا، اذا كان الفم ديالو ناشف واش ما عندوش شي حاله ديال الطب الباطني اللي تيكون تشوف فيها في الفم، ولكن هو تيقول لك فيها العطش، اذا ماشي ما كاينش واحد صفه واحد سبب مباشر ما بين العطش والقبض. نعم. ولكن الامساك اذا كان عنده وخصو يشرب الماء اكثر، ما هو خصنا غير نعرفوا علاش فيه العطش، هذه حاجه اخرى خصو يدير تحاليل. خصوصا العطش هو قال لك تيضرو حلقو، كيحس بانه الحلق كيبقى يلصق عليه. طيب بزاف ديال الناس اللي كيسولوا دكتور على المصران، منين يكون عندنا المصران زايد في الطول، كاين الناس اللي عندهم هاد المشكل، واش تيكون هاد الناس عرضه اكثر للاصابه بالقبض؟ يمكن يكون عندهم امساك حاد، الناس اللي عندهم المصران شي شويه فوق طويل فوق القياس، ولكن ماشي لابد. تنعرفوا الناس اللي عندهم المصران طويل بزاف ولكن ما تيكونش عندهم امساك. نعم. قليل بزاف فاش تجيبنا الضروره باش نديروا عمليه عند الناس اللي عندهم قبض مزمن حيت عندهم المصران طويل بزاف. بعض المرات نحيدوا متر ديال المصران ورغم ذلك المشكل ديال القبض تيبقى، ما يمكنناش نغامروا ونديروا عمليه كبيره حتى نكونوا متاكدين بان ما كاينش شي مشكل اخر اللي تيسبب
في القبط من غير المصران اللي تيكون اللي زايد في الطول. عندنا سؤال ديال فردوس كتقول لك دكتور عندي جوج ديال البنيات من بعد الفطور مباشره كيدخلوا للمرحاض يوميا، واش هذا امر عادي؟ وبعض المرات وحده فهاد البنيتات كتشكى دائما بالجانب الايسر، هي هاد المساله ديال انه مباشره من بعد الاكل واش خصنا نمشيو للطواليت او لا؟ كاينه دراسات اخرى اللي كتكلم على انه الا كنا مباشره من بعد اي وجبه كنمشيو للطواليت اذا هنا المصران ديالنا ما كيمتصش المواد الغذائيه المفيده. وكاين جانب اخر او اتجاه اخر اللي كيقول لك لا حنا من وراء كل مرحله من وراء كل وجبه خصنا نمشيو للطواليت، فشنو الصح شنو الغلط في المعلومات الدكتور؟ ما كاينش لا ممكن نمشيو ماشي مور اي وجبه بطبيعه الحال، واخا كاين الناس اللي تيمشيو مثلا جوج ثلاثه المرات في النهار عادي، ماشي حيت كاين شي حاجه، ماشي معناه انه حيت تيمشيو ثلاثه المرات في النهار ما تيستافدوش من داكشي اللي تياكلو. تنقولوا بين عندهم الخروج ديالهم تيمشي بالزربه ترانزيت رابيد، ولكن الامتصاص ديال الفيتامينات وداكشي تيكون مزيان، وهداكشي على كل حال تيتم في المصران الرقيق. حنا ما تمشيو دغيا ماشي في المصران، ماشي دغيا تمشيو حيت المصران الرقيق تيخوى، تيمكننا غير ناكلو كوننا انك ناكلو داكشي تيخدم المصران المصران الرقيق تيتخوى، بحال الناس اللي تيشربوا قهوه في الصباح وفي البلاصه تيمشيو، هذه معروفه لان القهوه كتسهل العمليه تخلي المصران يخدم بالزربه، ماشي ما تنعنيش بان خص كلشي يشرب القهوه في الصباح، ولكن كاين الناس اللي عندهم كاينه الظاهره غير الواحد تيشرب القهوه تمشي تجري للتواليت. طيب نتكلموا دكتور على الجراحه، واش كاينه قبيله تكلمتي على الانواع ديال الاضطراب ديال الامساك، واش كاينه بعض الحالات اللي هي مستعصيه او متقدمه وكتضطروا انكم ديروا فيها الجراحه؟ قليل بزاف فاش تنضطروا نفتحوا الناس على القبط المزمن، وكما هضرنا عليها ربما خصنا نكون متاكدين ما عندوش مرض عضوي اللي تيخلي القبط. نصوروا نحن نحيدوا الانسان نص متر ديال المصران حيت طويل او متر بعض المرات ورغم ذلك يبقى فيه القبط، تجي صعيبه بالنسبه للانسان. ولكن فعلا يمكن في بعض الاحيان خاصه حتى نكونوا حيدنا الشك من جميع الاسباب الاخرى تيمكننا وتيمكن الانسان في بعض الاحيان يلقى واحد الراحه، نوع من الراحه في هذه الحاله هذه، بالاخص عند الناس اللي تيمشيو على ثلاثه السيمانات كاين واحد كيمشي للطواليت ثلاثه السيمانات او لاش، كاين اللي تيوصل الشهر داكشي نادر ولكن كاين. اذا هنا خصنا نردوا البال للنظام الغذائي ديالنا، وهذه النقطه اللي غنتكلموا فيها بعد لحظات رفقه الدكتوره سناء العناني. بغيت نرجع معك دكتور، وقبيله تكلمتي على الوضعيه الصحيحه في التواليت كتساعد لنا على العمليه ديال الخروج بكل سلاسه وبكل سهوله، ولكن بغيت في نفس الوقت نتكلم على بعض الادويه اللي ربما كناخذوها بطريقه اللي هي عشوائيه، كنمشيو للفرماسي كناخذوا دواء ولا كنسمع فلان عندها دواء فلان عنده دواء، صافي الانسان كيولي باقي غير كيف ما كنقولوا تسرح المصران ما كيبقاش يفكر في العواقب، هادشي فيه خطوره دكتور؟ إذا كانت أدوية غير بسيطة اللي تيمكن لها تعطي الإمساك ما كاينش شي خطورة، ولكن الإنسان خصو يرد باله، كاين إمساك اللي جاي من بعض الأدوية، كاين بعض الأدوية اللي خصنا ناخذوها لابد منها ومن ما بين الأعراض ديالها كاين إمساك، لأن إذا خديتي بزاف ديال الأدوية ونقولوا 60% منهم غادي تشوف في ذاك الوصفة ديال الأعراض وتلقى القبض وتلقى يعني اعراض جانبيه اخرى اللي سؤالك الامساك، وفي نفس الوقت حتى يعني يعني لا دياري الاسهال. اذا اي دواء يمكن يعطي اما الامساك اما الاسهال، اذا الواحد يتساءل شنو هما الادويه اللي تاخذ ويشوف، لان بعض المرات يمكن لك غير تحبس الدواء وتبدلو باش يرجع الانسان تمشي مزيان. نعطي مثال الدواء ديال الالتهاب لي زونتي انفلاماتوار، من الاعراض ديالهم معروفه الامساك، هذه معروفه كل واحد خصو يرد باله، ويمكن له يعاون راسو في ذاك الوقت اللي تياخذ الدواء ديال البروده يعاون راسو بالدواء ديال القبط فيهم بزاف ديال. ولكن انا كنتكلم على الادويه اللي كناخذوها لعلاج الامساك، يعني واش كاينه اليوم ادويه اللي ما فيهاش ضرر ممكن اننا نمشيو ناخذوها؟ بزاف ديال الادويه اللي يمكننا نمشيو بها واللي ما عندهاش ضرر، كما كاين ادويه اللي الانسان ما خصوش يمشي بها غير واحد مده قليله، و
وهاد الادويه اللي تتعاون الواحد باش يمشي مزيان يمكن له يستعملها يمكن نقولوا مدى الحياه لان ما عندهاش نهائيا اعراض. اذا كانت يلقى عليها الراحه علاش لا؟ لان اذا كان عنده قبض مزمن وما عندناش وسيله، لان الناس اللي عندهم القبض منذ سنين راه ما خصهمش يتمناو ياخذوا شي دواء اللي غادي يحيد لهم القبض بصفه نهائيه. هذه ما كايناش. نعم. انا هذه اول حاجه تنقول للناس اللي عندهم الامساك المزمن. من بعد كاينه الطريقه ديال العيش، نمط الغذاء ديالنا، النمط الغذائي، الحركه، حنا غنتكلموا عليه بعد لحظات. شرب الماء هذه حاجه مهمه بزاف. ادويه اللي يمكن الانسان ياخذها ويبدل من هنا لهذا لهذا كاينه، وبالنسبه للمده ديال العلاج راه يمكن يستمر بطبيعه الحال مع الطبيب ديالو مع المراقبه الطبيه. عندنا السؤال ديال المنيا، وسؤال ديالها مهم خصوصا الناس اللي تيديروا عمليه على الفتق، لان هي الوليد ديالها في عمره 5 سنين دار العمليه على الفتق من بعد يعني من بعد ما تزاد. قالت لك والوليد ليومنا هذا كيمشي مره أو لجوج فقط، عفوا الوليد كيمشي جوج ثلاثه المرات في اليوم للتواليت، هادشي ما فيهش مشكل. ما فيش مشكل، طبيعي جدا، مجموع وماشي جاري. طيب وبالنسبه للناس اللي كيدخلوا للتواليت وتيكون القبض او لا تيكون داك الخروج كيكون قاصح وكان الناس كيبقاو يعني بهذا الفم كيبقاو كيتعصروا في الطواليت، هادشي واش عنده ضرر على الصحه؟ كاين بزاف ديال الناس اللي تواصلوا معنا كيوقع لهم هادشي في الطواليت لدرجه قلق في الاخير كنلقاو بعض القطرات ديال الدم في الخروج، يعني هاد التعصار بهذه الطريقه واش كيأثر على اعضاء في الجسم دكتور؟ مثلا واحد الا تيتعصر بزاف وبصفه مزمنه، مثلا نقول نعطي غير مثال، تيمكن له يخرج له الفدق بكثره طيب. الزحمة كاين ضغط في الكرش تيبقى يزحم، ومن بعد الفدق تيمكن يخرج اما في البوط بعض المرات عند بعض العيالات اللي اولا اللي عندهم سوابق ديال العمليه ديال المراره اللي تيخرجوا المراره من البوط، تيكون ديك الساعه البوط شويه ماشي شاد في راسه، واذا كان الضغط دائما تيمشيو للتواليت وتيزحموا بزاف مع المده مع الوقت يمكن تكون الفدق. الناس اللي تيتجرحوا ملي تيكون الخروج ديالهم قاصح بزاف هادي تنسميو الشق ديال المصران ولا الفرنسيه لا فيسورانال، هاد المشكل هذا تنشوفوه بزاف، وهذا من اسباب ديال القبض المزمن. بزاف الناس يجيو يفتحوا هنا كتكون الجراحه، هنا تتكون يمكن تكون الجراحه ملي تشوف شويه ديال الدم، ماشي معناها ان شي حاجه خايبه، يمكن غير الخروج قاصح بزاف يجرح. باش هذا المشكل ما كاين ما يبقى شيء، كاين ادويه اللي تتخلي الخروج يبقى رطب واحد المده ديال الوقت على ما تبرى داك الشرحه اللي تحتاج تاخذ علاج. اذا النصيحه ديالك الناس اللي يدخلوا للتواليت الانسان ما يضغطش على راسه، يعني ما يبقاش كيتعصر بزاف باش ما ياثرش على صحته. كاين هاد الظاهره هادي تيخصو يرخف راسو، يعطي لراسو الوقت، يعطي لراسو الوقت. والقضيه اللي هضرنا عليها ديال الناس اللي عندهم مشكل ديال القبض غير ديال المخرج ديال في الاخر اللي تيديروا اللي يمكنهم يديروا تحت رجليهم طابوغي اللي غادي يهز لهم الركابي ديالهم جهه الكرش ديالهم، وديك الساعه تتكون بحال التواليت البلديه تتكون العمليه الخروج سهله، عمليه الافراغ تتكون سهله بالنسبه ديالهم. اذا نرجعوا التواليت البلديه في الدار من الاحسن، ديروا وحده روميه وحده بلديه باش نتهلاو في الصحه ديالنا. شكرا لك دكتور علي الودغيري، غادي نفتح